عقد هذا المنتدى على خلفية صراع عنيف وتصعيد دراماتيكي يهدد ليس فقط المنطقة لكن أيضا العالم من ورائها. دعنا نتحدث عن الملتقى بشكل عام. هذه النسخة تحديدا تأتي في توقيت حساس للغاية، تصعيد إقليمي غير مسبوق بين إيران وبين إسرائيل، وهذا الملتقى يأتي ليناقش هذه المسائل بشكل مباشر. يعني حقيقة الملتقى بسبب هذه الظروف إلى حد ما أصبح استثنائيا، والحضور متميز والنقاشات كانت ثرية. لا تعتقد بأن هذا يفتح باب الضغوط أيضا على العراق، كون أن العراق لا زال يشتري الغاز الطبيعي من إيران، وممكن أن تكون باب المستقبل للضغوط؟ أريد أن أؤكد مرة أخرى يجب أن نتعامل وفق مصالحنا وأولوياتنا. هل تعتقد أن الظروف بشكل عام الجارية في المنطقة مع زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الولايات المتحدة قد تفتح فرص أيضا، وهي ليست فقط لا يجب علينا لا نتشائم؟ العراق، أنا لا أريد أن أتشائم، أنا دائما بطبعي متفائل. العراق بطبعه بوضعه الجغرافي السياسي وبوضعه في المنطقة بلد ليس سهلا.